كنا عايشين في دارنا، في بابا انا وبابا وخياتي. مي بابا ربي يهديه ويصلحه خرجني انا واختي مسكينه وزوج خواتاتي، راه متزوجات وما عنديش وين نروح. والله غالب تلاقيت بوليدة حلال استرني، تزوجت معاه في الفاتحه. كي تزوجت انا وياه في الفاتحه مرته ما حبتش باسكو عنده دوزيام مره الاولانيه، وكيما عنده المره الاولانيه ما قبلتلوش. سمح في ولي دور ما حش ما باب ماركيه، وانا كنت كاريه عندي وحده وخرجتني في نص الليل بالزوج تاع اللي خرجتني، كنت قاعده في الشامونه انا يا اختي ووليدي هاك 4 شهور في عمره وليك راه يبان قدامكم يا خوتي. والله العظيم غير انا برا كل مره وين نروحوا ما كان وين ما كاش خدمه، منا خدمه واختي راهي مريضه باش تخدم، ما كاش باش تخدم ما عندش باش نكرو. صغيره وليك 4 شهور مسكين ملايكه قاعد برا، بابا ما حب يعطي له نفقه تاعو، ما حب يستعرف به حليب، ما عنده حوايج، ما عندي واش نشري له، ما عندي باش وخلاص طول الحليب والماء ما كاش الماء، ما عندوش دواء مسكين باش نداويه، ما عنده لبسه، ما عنده كيما الدراري الاخرين، ما حقه هكذا في الاسم تاعو ما داش حقه. وكنا في شامونا بيتين في سبيطار تاع مصطفى باشا، وخطأ وين ندير قريصانا انا وليدي هذا، خطأ وين نخبي في كاش بلاصه كل مره وكيفاش. ودوك رانا قاعدين في الكاريير، انا قاعدين في سقيفه برك، ما بلاصه ما نعرفوهاش، ما با شغل وعشت رانا مدرقين غير وصلنا للشتا برك. رماونا ما عندناش، ما يعرفوناش، مي با ما حبوش يستقبلونا اصلا، وما عندناش وين نروحوا. انا واختي رانا قاعدين برا في الزنقه انا وياها برك، وانا وبيبي الله غالب بيبي صغير فيهم 4 شهور، كيفاش نديروا؟ ما رباش انا نطلب السلطات ان شاء الله تسمع لنا، ان شاء الله تشوف لنا حل في هذا المشكل اللي انا فيه. الله غالب ما عندناش وين نروحوا.